مساء النور، مرحبا بكم في حلقة جديدة وموعد متجدد من رانديفو في حلقة الأربعاء 23 أكتوبر 2024. باش يرافقني فيها كل من ماجد البرهومي. مساء النور. مساء النور أحلام ورياض وكل مشاهدي التاسعة. رياض جراد مساء النور. مساء النور أحلام، تحية ليك لماجد ولكل مشاهدي قناة التاسعة. برشا عناوين باش تكون معنا اليوم في الحصة: وصول ثالث طائرة على متنها 92 تونسي عائد من لبنان، صندوق النقد الدولي يتوقع نمو ب 1.6% في تونس خلال سنتي 2024 و2025، وانطلاق فعاليات قمة بريكس نرجعوا لها هذه الكل، وعديد العناوين الأخرى. ضيوفنا باش يكونوا الفنان حسن الدوس والمنتج معز بن حسان، وكذلك في النصف الثاني باش يكونوا معنا السيد العميد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي. الحصة اليوم هي حصة تكريمية للحرس الوطني وخاصة لل الوحدة المختصة للحرس الوطني بمناسبة الذكرى 43 لتأسيسها. لكن نبدأ الحصة، حصة اليوم، بالاخبار اللي يهم برشا توانسه اللي تبعوا عن كثب معناها تاع مشاعر، مش عن كثب جغرافي، فيما يحدث في لبنان وما يحدث في فلسطين. وصل ليله امس الى تونس 92 شخص كانوا مقيمين في لبنان، وعبروا عن رغبتهم في مغادره هذا البلد جراء الحرب هناك والوضع المتفجر اللي نعرفوا الناس الكل. كان في استقبالهم بمطار تونس قرطاج كل من وزير الصحه السيد مصطفى الفرجاني والمستشار الاول لرئيس الجمهورية الأميرالة عبد الرؤوف عطلة ومسؤولين بوزارة الخارجية، وتم نقل العائدين وغالبيتهم من الأطفال والنساء في مرحلة أولى جوا إلى القاهرة، ثم تكفلت الناقلة الوطنية بعودتهم إلى تونس عبر هذه الرحلة الجوية الثالثة. أكثر تفاصيل عن هذا الخبر معنا سي وليد الحجام المستشار الدبلوماسي لدى رئيس الجمهورية. مساء النور سي وليد. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. مساء النور، مساء النور لكل مشاهدي قناه التاسعه وللحاضرين معك في الاستوديو. اول حاجه تحيه ساعه لكل السلطات ولكل مؤسسات الدوله التي تبذل جهد كبير بالفعل في عمليه الاجلاء في وضع صعب وصعب جدا في لبنان، قاعدين نشوف فيه تحت القصف المتواصل. انت معنا سي وليد اليوم باش تعطينا اكثر تفاصيل عن هذه الرحله، رحله اجلاء مواطنينا التونسيين من لبنان. تفضل. والله يعطيك الصحة على الكلمة الأولى اللي قلتها، والتحية للسلطة. فعلا هي تحية لكل الجهات التونسية الرسمية والهلال الأحمر اللي كانوا بتوجيهات واضحة وصريحة من سيادة رئيس الجمهورية، كانوا في الموعد ونفذوا التعليمات بكل دقة وبكل حرفية، وأمنوا الحمد لله إلى حد الآن عودة قرابة 417 مواطن تونسي في ثلاثة رحلات كانت آخرها طبعا البارح. ولكن هذا العمل هذا راهو ماهوش، ولو انه ذاكرتنا شويه قصيره شويه، ولكن العمل هذا راهو ماهوش عمل جديد. نرجع شويه عامين ولا ثلاثه التالي، وقت سياده رئيس الجمهوريه اعطى تعليمات واضحه باش نرجعوا التوانسه في وقت ازمه الكوفيد، والطائرات العسكريه التونسيه جابت العالم كله تقريبا الاف الكيلومترات قطعتها الطائرات العسكريه التونسيه للعوده بالتونسيين. وصلنا حتى تونسي واحد موجود في منطقة واحدة في العالم تمشي له الطائرة العسكرية باش ترجع به. هذا حبيت نقول أنه إجلاء التونسيين وقت الأزمات كما الكوفيد، ولا وقت فما حروب ولا أزمات في بعض البلدان الشقيقة والصديقة، هذا مبدأ ثابت ولا محيد عنه لدى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهو مبدأ قائم على حماية التونسيين في أي مكان ونجدتهم وحمايتهم. وهذا واجب طبعا على الدولة وواجب على كل تونسي لنجدة أخواتنا التونسة في أي مكان في العالم. بالنسبة للعملية وعملية إجلاء التوانسة البارح في الرحلة الثالثة، الرحلة هذه كان على متنها 92 مواطن تونسي كما شفتوا في الصور، أغلبهم نساء وأطفال، وهذا زاد معناه يعطي أكثر رمزية وأكثر قيمة للعملية هذه باعتباره أنه هذوما الفئات نحن نسميهم الفئات الأكثر تهديد ولا الفئات الأكثر الهشة هشيشة. لابد من العناية بهم وتقديم الدعم لهم، ولكن على كل حال هم في الآخر توانسة
والحمد لله تمكنت الناقلة الوطنية البارح باش تنقلهم من القاهرة إلى 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 تونس. بعد ما تمكنت زاد سفارتنا في بيروت، وهنا حبيت نشكر ونقدم شكر لكل بعثاتنا الدبلوماسية في بيروت، في عمان، في القاهرة، اللي قاموا بمجهود كبير، وطبعا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبتعليمات من سيادة رئيس الجمهورية، قاموا بمجهود كبير وكبير جدا، سواء على مستوى جمع التوانسة والإحاطة بهم هذا على مستوى بيروت، والتوجيههم وحمايتهم وإيصالهم إلى المطار، ومن ثم العودة بهم إلى تونس عبر عمان وعبر القاهرة. وهذا كان عمل دؤوب قاموا به، فتحية لهم سفاراتنا في البلدان هذه. وطبعا العملية هذه ما كانت سهلة، حد نقول أنه ثلاثة عمليات ترحيل ما كانوا سهلين بالكل، خاصة العملية الأولى والثانية. العملية الأولى وخاصة العملية الأولى اللي كانت فيها مباشرة طائرة مباشرة من بيروت إلى تونس، لأنه عملية التأمين بتاع الطائرة هذه ما كانت سهلة بالكل، اعتبار وأنه وضعية الحرب ووضعية الوضعية اللي موجودة في لبنان. ولكن سيادة رئيس الجمهورية، وهذا لا أذيع سرا ولكن مثالش، أنه فما كانت هناك متابعة حتى إلى ساعات متأخرة من الليل ولا ساعات الأولى من الصباح، من إلى الفجر، هناك اتصالات كانت على مستوى الهياكل الرسمية في تونس، على مستوى الهلال الأحمر، على مستوى العلاقة مع المؤسسات التأمين في تونس، وأيضا على مستوى السلطات اللبنانية والسلطات المصرية والسلطات العمانية الأردنية، اللي زاد نشكرهم زاد على مساهمتهم وعلى دعمهم وعلى وقوفهم إلى جانب تونس لتمكيننا من العودة بالتونسيين الراغبين في العودة من لبنان. دونك العمل كان مستمر منذ العدوان الغاشم على لبنان ومنذ الأسابيع، والاتصالات كانت عديدة مع عديد الأطراف للتنسيق وخاصة للتأمين. العمل كان متواصل على مستوى رئيس الجمهورية وعلى مستوى شخصيا على مستوى السيد رئيس الجمهورية إلى الساعات الأولى من الصباح وليل النهار، كانت العملية المتابعة حتى يتم تجاوز كل العقبات بسرعة وبدقة وبأمان لضمان الأمان. زاد راهو العملية كانت دقيقة على مستوى التأمين، وهذا أهم حاجة نحب نأكد عليها، هو تأمين التونسيين، لأنه مش مهم فقط العودة بهم، ولكن العودة بهم بأمان وفي ظروف طيبة وفي ظروف لائقة تشرف تونسي، وباش يكون التونسي في أي مكان يكون رأسه عالي. طبعا المشكلة التأمين هذا حكينا عليه، ولكن أيضا كان هناك أيضا المستوى التنسيق حيث على المستوى الداخلي، وهنا زاد لابد من الثناء على دور العديد من مؤسسات الدولة اللي لعبت دور مهم ومحكم، وكان هناك تنسيق محكم جدا مع كل وزارات، منحبش نذكر وزارات معينة، ولكن كل الوزارات والمعنية وشركة الخطوط التونسية والهلال الأحمر وكل الهياكل المشرفة على عملية هذه، اللي كان فما التنسيق بيناتهم حتى يتم تأمين عودة كل التونسيين. وهنا نحب نعود نأكد مرة أخرى أختي الكريمة على أنه راه كل طلب نجدة وكل طلب إجلاء إلا والدولة التونسية باش تكون موجودة وباش تكون حاضرة، مهما كانت العراقيل ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات. نحن توجدنا في أوبئة كما الكوفيد، وتوجدنا في زمن الصراع والحرب كما اللي صاير حاليا في لبنان الشقيق، فنحن موجودين كدولة تونسية. العودة بالتوانسة هذه واجب محمول على الدولة التونسية، وسنواصل القيام بدورنا هذايا ليلا نهارا تحت إشراف سيادة رئيس الجمهورية وبتسخير كافة الإطارات وكافة إمكانيات الدولة، لأنه فما رحلات مثلا الرحلة الأولى تكفلت بها الدولة التونسية وعن طريق سفارتنا في بيروت ومتواصل العمل هذايا. وحبيت نأكد بالله هذا مساج نحب نقوله للتوانسة اللي ما زالوا موجودين في بيروت وفي لبنان بصفة عامة ولعائلاتهم في تونس، أنه راهو التوانسة اللي ما زالوا موجودين في لبنان راهم ما زالوا تحت الرعاية والإحاطة نتاع سفارتنا في لبنان. هذا سؤالي اللي كنت نسأل عليه أنا سي وليد. يا أخي أنت هكذا جاوبت عليه. تفضل. أي سؤالي هو ماذا معناتها التوانسة اللي ما زالوا موجودين غادي، كنت أنت قلت توا اللي هم تحت رعاية الدولة التونسية، نعرف الوضع صعيب، ما زال فما رحلات أخرى باش يتم تسييرها من أجل بالطبيعة. نحن شوف تعليمات سيد الرئيس الجمهورية كانت واضحة، أي تونسي يرغب في العودة إلى تونس فله ذلك. ما فيش نقاش الموضوع هذا. فكانت العملية الترحيل على ثلاث مرات، وكانوا فما ثلاث رحلات، وصلنا كما قلت لك كانت زوج رحلات
نهار 3 و4 اكتوبر الفارتين، رحله كانت البارح دونك المجموع 417. نحن تقريبا في تونس في لبنان فما تقريبا 2000 تونسي مقيم في لبنان، روحوا 417 تونسي، البقيه كل تونسي راغب في العوده الى تونس ما عليه الا التواصل مع سفارتنا في بيروت. فما بروسيدور عاملينها في سفارتنا في بيروت على مستوى التسجيل وعلى مستوى التثبت في الاولويات، خاطر زاد راهو ان احنا قاعدين نعطيو في الاولويات. طبعا فما بعض الاشخاص اللي عندهم الاولويه سواء اللي هما من دون سند ولا لعائله فقيره والا الطلبه، فما هناك اولويات على مستوى تحديد الاشخاص اللي تم ترحيلهم. ولكن في الاخير كل تونسي يريد العوده الى ارض الوطن من لبنان فله ذلك، وهو واجب على الدوله التونسيه، وهو التزام اخلاقي من سياده رئيس الجمهوريه ومن كل الدوله التونسيه انه كل تونسي يرغب في العوده فله ذلك باذن الله. يعطيك الصحة سي وليد الحجام المستشار الدبلوماسي لدى رئيس الجمهورية. حبيت فقط نضيف نقطة أخرى إذا ما ترشمنا أختي الكريمة، تتعلق بالوضع في لبنان. نحن تو حكينا على التوانسة والرجوع إلى لبنان، ولكن زاد ما زمناش يكون هذايا ينسينا في لبنان، لأنه موقف تونس من لبنان كان واضح منذ الأيامات الأولى من العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان وعلى سيادة لبنان، وموقف تونس هو موقف ثابت. نحن ندين كل أنواع الانتهاك للسيادة اللبنانية، وطبعا وقوفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني مع الشعب اللبناني وطبعا حتى الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب اللبناني في حالتنا هذه، وهو الوقوف ضد كل هذه الممارسات الصهيونية الهمجية والخرق الواضح والصارخ لكل المواثيق الدولية والأخلاقية. وطبعا تونس ستقف إلى جانب لبنان ومستعدة إلى الوقوف إلى جانب لبنان وتقديم كل العون الإنساني والطبي الممكن حالما تتوفر الظروف الملائمة لذلك. لذا فإنه عودتنا بتوانسة من لبنان هذا واجب تجاه تونس، ولكن عندنا زاد واجب تجاه الأشقاء في لبنان. سنظل وسنستميت في الدفاع عنه والوقوف إلى جانب لبنان الشقيق حتى يستتب الأمن في هذا البلد وحتى تنتهي هذه العمليات الصهيونية الغاشمة على بلد شقيق. سي وليد الحجام المستشار الدبلوماسي لدى رئيس الجمهورية، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. اليوم الدولة التونسية موجودة بكل مؤسساتها، معناها مش ساهل رو عملية الإجلاء في وقت الحروب ووقت الأزمات ووقت الأوبئة أو الفيضانات ووقت الكوارث الطبيعية، معناها ربي يحفظ بلادنا. مش ساهل بالكل أن العدد هذي الكل يرجع، والمستشار لدى رئيس الجمهورية سي وليد توكلنا نسمع فيه قال كل شخص يرغب في العودة يتواصل مع إطارات الدبلوماسية متاعنا، والجميع سوف ينال العودة إلى الوطن. هذية يذكرنا شوية زيادة باللي صار في الكوفيد، ويذكرنا زيادة أنه الدولة كي تكون عندها مؤسسات، كي تكون عندها إرادة سياسية ومؤسسات واقفة، وكي تكون عندها إدارة، فإنه الأمور لابد وإن هي تمشي على الطريق الصحيح. طبعا شوف أحلام، تعرفني ما نحبش نرمي الورود، لكن كلمة حق يجب أن تقال، معناها في اللي كنت نسمع فيه من السيد وليد الحجام، معناها حقيقة كلام يشرح الصدر من جانبين. من جانب أول معناها تشعر وأنه الدولة موجودة بكل مؤسساتها، معناها مواطنيها في الخارج، تمد يد العون عندما يحتاج التونسي إلى مد يد العون خارج أرض الوطن. وطبعا رو احنا هنا قاعدين في الاستوديو ولا في تونس ولا في غيره، مانيش نحسوا في الشعور اللي يحسوا فيه التوانسة المقيمين في بيروت، وانه يشوف دولته في اللحظه هذيك حريص عليه وتسعى وانه ترجعوا الى ارض الوطن في ظروف طيبه وبصوره مجانيه على ما اعتقد، معناها ما ثماش معناها اموال يجب دفعها الى غير ذلك. رو شعور عظيم جدا، وانسان معناها نحكي عن تجربه، كيبدا الانسان خارج حدود الوطن ويلقى مسؤولي السفاره نتاعو ودولته مهتمين به ويسالوا عليه وعنده مشكله معينه تسعى معناها هذه البعثه وتلك الى فض هذا الاشكال. شعور عظيم انه الدوله التونسيه وراك، معناها لا يمكن وصفه مهما معناها تحدثنا عنه ووصفناه. الجزء الثاني في المداخله نتاع السيد وليد الحجام التي تشرح صدره والموقف التونسي مع الصراع، نحبش نقول العربي الاسرائيلي، نقول العدوان الغاشم الصهيوني على فلسطين وعلى لبنان بطبيعه الحال، موقف يشرح الصدر، موقف رسمي بطبيعه الحال، ولا
ليس معناها موقف صادر هكذا، أعتقد معناها عن من وحي اللحظة، هو موقف رسمي، موقف الدولة التونسية. أشعر شخصيا بالفخر من هذا الموقف المساند معناها للبنان والمساند للقضية الفلسطينية، ومعناها نحيي بطبيعة الحال كل هذه الجهود التي تقام وكل هذه المواقف التي تعلن، وبطبيعة الحال معناها يجب أن نشد على أيدي بعثتنا الدبلوماسية في الخارج، في بيروت، في عمان، في القاهرة، مثل ما اللي دخلت في أوضاع مرسالة بطبيعة الحال مش سهلة تحت القصف، ونتقعد على التواصل مع الجالية أو تجمعهم، ثم معناها مطار بيروت اللي هو يقع جغرافيا وسط الضاحية الجنوبية اللي تتعرض للقصف، والرحلة تؤمن ومعناها تخرج طائرات الخطوط التونسية في ظروف طيبة، حتى جويا الأمور صعيبة ياسر، أكيد صعبة، ما تعرفش على صاروخ منين يجي، ما تعرفش على طائرة مسيرة على غيره، ليس من السهل معناها أنه تحصل عملية إجلاء مثل هذه، رغم أنه البعض سيسعى معناها إلى الحط من المعنويات وتدفيه هذه العملية وغيره، هؤلاء موجودين معناها بكثرة، ولا يجب أن تكون معناها نعطيهم أذان صاغية. ثم نشكر بالحق معناها أحلام ورياض الخطوط التونسية على المجهود الكبير الذي تسعى القيام به، وهنا ديما نرجع نفتحك القوس، إذا كان نحب خطوط تونسية معناها تجارية أو نسعى إلى خوصصتها، فإنه راه مش باش نشوفوا المشاهد هذه، مانيش نلقاو خطوط تونسية خادمة للمواطن التونسي تسعى إلى إنقاذه من بؤر التوتر ومناطق النزاعات والعدوان وغيره، مانيش باش نشوفوا خطوط تونسية تمشي لأوكرانيا وتجيب التونسيين من غادي، تمشي لبيروت، تمشي للصين، تمشي للجنوب للسودان نفسه، معناها كل ما ثم منطقة نزاع إلا والخطوط التونسية تكون موجودة على عين المكان، وبالتالي معناها لا نكلفها ولا نحملها أكثر مما لا تحتمل، شبه أرباحها قليلة وشبه كذا ومش قاعدة تربح، هذه مؤسسة عمومية تابعة للدولة تشغل أحلام، هذا مهم، وأنه إذا كان بالشغل المواطن التونسي بطبيعة الحال ما عادش باش تنظر برشا للمردودية الاقتصادية والتجارية، ثم تتدخل عند الحاجة في معناها مناطق النزاعات وتجلي المواطنين التونسي، وبالتالي نشد على أيديها ونشكرها على هذه الجهود. أي وعلى كل الإطارات والمصالح المتداخلة، وعلى كل أكيد من ساهم في أنه اليوم التونسي يروحوا لبلادهم في وضع صعب وصعب جدا، والتوانسه يتبعوا في شنو اللي قاعد صاير على مستوى عربي، تحرك تونسي كبير رياض مع القاهره مع المملكه الاردنيه الهاشميه، التنسيق على اعلى مستوى، والامور معناها مشات بطريقه جيده جدا عن طريق العلاقات الطيبه اللي تجمع تونس بعديد او اغلب الدول العربيه خلينا نقولوا في المنطقه. الحمد لله تونس علاقاتها ممتازة وطيبة جدا مع كل الدول الشقيقة التي ذكرتي أحلام، مصر، الأردن، لبنان، كل الدول العربية الشقيقة يربطنا بها علاقات ممتازة وطيبة جدا، وهذا في اعتقادي ما سهل كذلك عملية إجلاء المواطنين التوانسة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وهذا ما نوه به حتى منذ قليل السيد وليد الحجام المستشار الدبلوماسي لدى السيد رئيس الجمهورية. يعني علاقاتنا الطيبة مع مصر ومع الأردن ومع لبنان وظفناها جيدا في ربما تذليل كل العقبات والصعوبات من أجل العودة ببناتنا وأبنائنا من هذا البلد الشقيق لبنان اللي يتعرض يعني لعدوان وحشي صهيوني للأسف الشديد، في ضرب كامل وصارخ لكل المعاهدات والمواثيق الدولية وحتى تلك المواثيق الأخلاقية التي يتغنى بها ما يسمى بالعالم الحر وما أبعده عن الحرية. من المهم جدا كذلك أن ننوه أحلام بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة التونسية عبر كل يعني مؤسساتها وهيكلها الرسمية من أجل إجلاء المواطنين التوانسة، وبتعليمات واضحة من لدن سيادة رئيس الجمهورية اللي الحقيقة مش غريبة عليه ومش غريب يعني على الدولة التونسية وعلى مؤسساتها، وشفنا يعني السيد الرئيس كان على الدوام حريصا ويتابع شخصيا يعني مثل هكذا عمليات، شفنا هذا
خلال جائحة الكوفيد وإجلاء التونسيين تقريبا من كل أصقاع الدنيا، كما كان يحكي السيد وليد الحجام، رأوا في وقت من الأوقات حتى مواطن تونسي واحد في أي مكان في العالم تمشي له الطائرة العسكرية وتروح به لأرض الوطن. كذلك نفس الشيء شفناه حينما تفجرت الحرب الروسية الأوكرانية وتم إجلاء كذلك أبنائنا في أوكرانيا، خاصة الطلبة. شفنا نفس الشيء كذلك، كانت تذكروا في بعض الكوارث اللي صارت في الزلزال في تركيا وفي سوريا، كذلك الدولة التونسية وبتوجيهات كذلك من لدن السيد رئيس الجمهورية كانت مختلف المؤسسات والهياكل الرسمية للدولة تتحرك وتروح كذلك بكل أبنائنا الراغبين في العودة. فالحقيقة هذا شيء يعني يثلج الصدر، وهذا هو اللي حكيت عليه أنت، حينما تتوفر الإرادة وحينما تتوفر الإرادة السياسية أحلام مهما كانت العقبات ومهما كانت الصعوبات نحن يمكننا أن نحقق حتى تلك التي كنا نعتقد أنها معجزات. حينما تتوفر الإرادة ننجز ونحقق ونتجاوز كل العقبات والصعوبات. من المهم جدا كذلك أن نشكر الهياكل الرسمية هذه، نشكر وزارة الصحة، نشكر كذلك الهلال الأحمر التونسي، نشكر كذلك وزارة النقل، وزارة الشؤون الاجتماعية، خاصة لأنه السيد وليد الحجام حكى زاد على نقطة مهمة جدا، أنه راه لا يكفي إجلاء المواطنين التوانسة، وإنما راه المرحلة الثانية هو تأمين العودة نتاعهم كذلك في أحسن الظروف. وأعتقد أنه هذه مسؤولية كذلك وزارة الشؤون الاجتماعية مشكورة، ومسؤولية كذلك اللي تابع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسي للتضامن، الاتحاد التونسي للتضامن بالضبط. يعني التأمين كذلك مرحلة مهمة ومهمة جدا، لأنه لا يكفي أنه يتم إجلاء المواطنين هذوما دون كذلك تأمين عودتهم في أحسن الظروف. اليوم نحكي معناتها على 325 مواطن تونسي تم إجلائهم في الفترة المبتدة بين 3 و 4 أكتوبر، ب 92 هذوما يوصل العدد الإجمالي كما كان يتحدث السيد وليد إلى 417، وأعتقد أنه رحلات ما زالت، وهذا مهم. نعم. ومهم جدا. وأنا ونختم هنا أحلام نشاطر كذلك ماجد في ما ذهب إليه فيما يتعلق خاصة بالناقلة الوطنية الغزالة، رغم كل ما يقال عنها، رغم كل ما يقال عنها، في أحلك الظروف الغزالة موجودة والناقلة الوطنية موجودة، ورغم كل مشاكلنا وهناتنا وصعوباتنا، ورغم كل ما تعرضت له الناقلة الوطنية ربما من فساد ومن تخريب ويعني ومن تدمير وجار عليها الزمان ربما في وقت من الأوقات، لكن الناقلة الوطنية موجودة، الناقلة الوطنية تؤمن عودة بناتنا وأبنائنا، وهذا مهم ومهم جدا. لأنه أنا كما تعرف الحقيقة أنا ضد العدمية وضد جلد الذات. صحيح لو عندنا مشاكل في بلادنا، ولكن المشاكل هذه تتصلح خاصة حينما تتوفر الإرادة، وهنا شفنا حينما تتوفر الإرادة قادرين حتى على تحقيق ما كنا نعتقد أنها معجزات. واضح. نمشيو للخبر اللي بعده. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق تونس نموا في حدود 1.6% سنة 2024 و 1.6% في 2025، وفق ما كشف عليه تقرير بخصوص آفاق الاقتصاد العالمي اللي نشره خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت أمس في واشنطن. إملا سديتي عندها أكثر تفاصيل. رسمياً انطلقت اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين بواشنطن بمشاركة 191 بلد عضو. وبداية من اليوم يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري في فعاليات هذه الاجتماعات. ومن المنتظر أن يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بصفته ممثل تونس في مجلس محافظي البنك الدولي في جلسات رسمية للمحافظين والندوات الحوارية. كما سيجري لقاءات ثنائية مع مسؤولي عدد من الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية ونظرائه من بعض البلدان الشقيقة. وبشأن التوقعات بخصوص النمو الاقتصادي، توقع التقرير لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين أن تونس تحقق نموا في حدود 1.6% سنة 2024 و1.6% في 2025. ويرجح صندوق النقد الدولي في المقابل أن يتقلص معدل التضخم في البلاد من 7.1% سنة 2024
2025 إلى 6.7% في 2025، في حين يتوقع الصندوق أن يصل معدل البطالة وفق التقرير ذاته إلى 16.4% سنة 2024. وبينت مؤشرات الصندوق أن النمو الذي ستحققه تونس خلال 2024 و2025 سيكون الأضعف بين المستويات المرجح أن تسجلها البلدان المجاورة لها في المنطقة. وقبل انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين بواشنطن، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري. وخلال اللقاء أكد رئيس الجمهورية على أن تونس لا تقبل إملاءة خارجية وأن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي. وتستقطب هذه الاجتماعات السنوية التي تتواصل إلى غاية 26 أكتوبر حوالي 10,000 مشارك من وزراء مالية واقتصاد وممثلي حكومات ومحافظي البنوك المركزية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وعددا هام من ممثلي المجتمع المدني لمناقشة التحديات الاقتصادية القائمة حاليا في العالم، وخاصة منها ارتفاع مستوى المديونية والانتقال إلى تمويل الطاقة الخضراء وتقلص السيولة وضعف الاستثمار الخارجي ضمن إطار يتسم بالتوتر مع تواصل وتوسع اعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. عودة من جديد إلى تحليل هذه الأرقام ماجد، نمو 1.6% في تونس خلال سنتي 2024 و2025، صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين اليوم اللي هما زوز أقوى جهات في العالم اللي ربما يعطيوا النوتات للبلدان ويحطوا كل بلاد وين السكة اللي مشيت لها، لكن يبدو أنه فما تململ تجاههم من البلدان النامية. شوف معناها نعرف واحنا قصتنا مؤخرا مع صندوق النقد الدولي كيفاش معناها قصة أخرى بدأ تقريب باش تبدأ تشبهها، فما قصة أخرى يبدو باش تنطلق قصة ربما الخبراء كيفاش وافقوا في البداية، ومن المفروض معناها وأنه إذا الخبراء يوافقوا على قرض وغيره فأنه معناها بعد مجلس الإدارة يمشي على خطى مجلس الخبراء، لكن أعتقد أن هناك شيئا ما حصل في الكواليس يتعلق بمواقف سياسية وبرغبات أخرى لا ندري معناها تفاصيلها هي التي حالت دون هذا القرض وجعلت العلاقة بين تونس وصندوق النقد الدولي تدخل في نفق طويل ومظلم. في نهاية المطاف ربما أحسسنا وأنه رب ضارة نافعة، لم يأتي هذا القرض وبالتالي في إطار سياسة التقشف وغيره معناها مرت السنة المالية رغم كل الصعوبات ومرت سنة أخرى دون هذا القرض، وربما بدأنا نستشعر وأنه بالإمكان وأنه ننطلق دون معناها صندوق النقد الدولي لما لا. وإذا كان جاء صندوق النقد الدولي مرحبا به ومرحبا بقروضه إذا رغب في مد يده إلى تونس لما لا معناها. أحلام المهم معناها الملفة الانتباهية نسبة النمو 1.6 معناها شوف أتمنى أنه تتحقق ساعة بداية لأنه المؤشرات وما أمامنا معناها من أرقام وغيره يؤكد أنه من الصعب تحقيق هذه النسبة لأسباب معروفة معناها سلفا. احنا شنو اللي قاعد يضر فينا اقتصاديا في نهاية المطاف هو الدين الخارجي بطبيعة الحال، قاعدين نخلصوا في ديون العشرية السابقة او على العشرية بين ظفرين من يسميها سوداء ومن يسميها خراب وغيره، ثم قاعدين نسدوا في مصاريف كتلة الأجور بطبيعة الحال والتدفق الرهيب الذي تدفق على الوظيفة العمومية خلال تلك الفترة، و الترو معناها الثقب الآخر الذي يستنزف أموال المجموعة الوطنية هو الطاقة، وما أدراك ما الطاقة، بما أنه معناها عنا سنوات إلى اليوم لم نستثمر كما يجب في الطاقات البديلة ولم نتقدم معناها بل تقدمنا بخطوات بطيئة جدا لسد هذه الفجوة الطاقية الكبرى التي تتوسع عام بعد عام، وصلنا اليوم تقريبا إلى النصف 50%، وكان بإمكاننا أنه 30% في فوق سنة 2025 نقوم بسدادها من خلال التحول الطاقي نحو الطاقات البديلة. وبالتالي أعتقد أنه إذا كان ما لقيناش حلول عاجلة لملف الطاقة وبالنسبة للدين الخارجي نسعى إلى إعادة جدولة أو نجد حلا ما، أعتقد أنه نسبة النمو لن تتطور كثيرا لأنه ما عناش
حبينا ولا كرهنا معناها ما نرصده للتنمية، ما سيرصد قليل جدا 7% أعتقد بالنسبة لميزانية السنة الماضية، والسنة معناها القادمة أعتقد مش باش يتجاوز أكثر من هكاك، وبالتالي لم يتغير الكثير في هذا الإطار. يلزمنا أمام ثلاثة معضلات هذه نجد الحل حتى نوفر لخزينة الدولة السيولة الكافية لإنجاز المشاريع التنموية، لأنه هنا بيت القصيد وهنا يكمن الداء، وهذا السبب الرئيسي لتدني نسبة النمو في السنوات الأخيرة. وسط الانتقادات الكبيرة القانون المشروع قانون المالية 2025 رياض، يجي التوجه الواضح لتونس أنه صندوق النقد الدولي لا مانيش ماشيين للصندوق النقد الدولي. باش نحكي لكم على حاجة ربما قد تكون شبيهة بتونس من خلال الخبر هذايا، علامات استفهام أثيرت بشأن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي التي وصفت بأنها رسالة غير مسبوقة، أشار فيها إلى أنه يجب مراجعة الموقف المصري من الاتفاق حال تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضغط لا يتحمله الناس. قررت مصر رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي للمرة الثالثة هذا العام، مما تسبب في استياء شعبي قبله رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالحديث عن أنه لن يكون هناك أي ارتفاع جديد في أسعار المحروقات قبل 6 شهور. وقال السيسي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الأحد أن مصر نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، ليس بما قمنا به فقط قال الرئيس السيسي، بل أيضا باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية مقارنة بالوضع الحالي. معناتها الوضع الحالي ما عادش يسمح بنفس الوضع الراهن، معناتها الأوضاع اليوم الإقليمية هي أوضاع متفجرة، ما عادش تنجم اليوم العائدات مثلا متاع قناة السويس ما عادش كيف كيف، اليوم تونس تشري في الحاجة بالدوبل متاع السوم متاعها في برشا معطيات. وتابع أن البرنامج، تابع عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، أن البرنامج الذي يتم تطبيقه حاليا يتم في ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية في العالم أجمع، ويقال أنه سيكون هناك ركود اقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة. وأكد السيسي أن البرنامج الاقتصادي الحالي الذي تقوم به مصر مع مؤسسات دولية من بينها صندوق النقد، لو كان التحدي قال السيسي حيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف، لابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي. التصريح هذايا حبيت نقول لكم نهار لحد اللي فات قلب العالم، لأنه جاء من مصر اللي مشيت أشواط متقدمة مع لفامي وزادت عديد المرات في الطاقة ومعاومة الجنيه قداش من مرة، بالطبع مع كامل الاحترام للشأن الداخلي المصري كل واحد أدرى بشؤونه، لكن نحن وهم تقريبا فرد وضع اقتصادي يعني ذائقة مالية. اليوم مصر متأثرة برشا باللي صاير في البحر الأحمر، متشابهين برشا في الوضع السياسي عبر التاريخ وفي السنوات الأخيرة، ثم تشابه كبير بين الحالة التونسية والمصرية. أي لا، واللي صاير في البحر الأحمر أثر برشا، راهو عائدات قناة السويس طاحت لل 50%، معناها اللي كانت جزء من التوفير السيولة اليوم مصر تقول أنا راهو ما عادش نجم نمشي أكثر من هكا، راني مضطرة، ممكن فما إمكانية باش نراجع اتفاقي مع صندوق النقد الدولي بعد بعام الإجراء اللي اتخذته تقريبا تونس واللي عاودته السنة تقريبا في قانون المالية اللي كما قلنا فيه برشا انتقادات. رياض، والله يعطيك ألف صحة أولا أحلام، لأنك ذكرتنا بكلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرحم والديك جزاك الله كل خير. أنا واحد من الناس الحقيقة تبعته يعني التصريح أو الخطاب بتاع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور بطبيعة الحال رئيس الحكومة المصري والوزراء المصريين، واللي فهمناه معناتها الكل تقريبا من كلامه أنه يهدد ويلوح بالتنصل ومراجعة الاتفاق المصري مع صندوق النقد الدولي. بناء على شنو؟ هي المعادلة سهلة برشا، بناء على أنه الدولة المصرية أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في ظرفية معينة. اليوم العالم يشهد تحولات كبرى وفما حرب عالمية غير معلنة تقريبا، وفما حرب معناتها في الشرق الأوسط، وفما حرب روسية أوكرانية، وفما تحولات كبيرة وانهيارات كبيرة حتى على مستوى اقتصاديات الدول الكبرى. فالاتفاق الذي أبرمته مصر سنة 2017 مع صندوق النقد الدولي في تلك الظروف
ربما الذي كان يسود شيء من الاستقرار بالنظر للأوضاع هذه اللي عايشها العالم. دونك كلامه واضح وكلامه معقول جدا. احنا عملنا اتفاق في ظرف معين ووفق معطيات موضوعية معينة. اليوم المعطيات هذه تبدلت، انهارت. العالم اليوم اقتصاديات الدول الكبرى اليوم تنهار، فما حرب اليوم، فما مجاعات، فما حروب كبيرة تقريبا في أكثر من منطقة. إيه شنو معناتها؟ معناتها يا أخي كلام صندوق النقد الدولي قرآن منزل من السماء لا نراجعه ولا نتنصل منه. دونك كلامه معقول، كلامه معقول ومعقول جدا. وهذا احنا علاش انطلقنا ربما من التجربة المصرية أو انطلقنا كحجية معينة لإسقاط الكلام هذاك على الوضع التونسي. ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي نهاية الأمر يؤكد سلامة الموقف التونسي من عدم الرذوخ أصلاً لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي المجحفة. لأنه خلينا نقوله بكل صراحة، أنا ما سمعتش رئيس الدولة قيس سعيد وما سمعتش الحكومة التونسية من حكومة السيدة نجلاء بودن إلى السيد أحمد الحشاني وصولا إلى الحكومة الحالية برئاسة السيد كمال المدوري، أنا ما سمعت حتى واحد منهم راهو يحكي على قطيعة مع صندوق النقد الدولي أو قطيعة مع شركاء تونس يعني وأصدقاء تونس التقليديين أو التاريخيين. لكن وفق أي شروط؟ وفق أي شروط؟ راهو اليوم السلم الاجتماعية والسلم الأهلية في تونس خط أحمر. هذا هو اللي دفع مصر، للتنصل وللتلويح بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. لأنه الناس بالفعل ما عادش تتحمل. يا أخي المواطن التونسي اليوم يتحمل إملاءات صندوق النقد الدولي الداعية إلى رفع الدعم؟ تيوم التوانسة بدون رفع دعم وهك تشوف الحالة، معناتها فما بالك برفع الدعم يعني على المواد الاستهلاكية والمواد الأساسية المواد الأساسية الحياتية بالنسبة للمواطن التونسي. هذا اللي ما نجمش يصير، خاصة وأنه احنا عشنا تجارب، وربما أنت أكبر مني وتعرف ماجد، راهو عشنا التجربة متاع 78 وعشنا ثورة الخبز 84. هذاك بناء على شنو؟ بناء على ما يسمى الحقيقة ما يسمى بالإصلاحات والبرامج اللي أمضيناها واللي اتفقنا فيها مع المانحين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، واللي في نهاية الأمر ما حققتش تنمية، ما حققتش ثروة، ما ركمتش الثروة، وبالعكس ما زادت الفقراء إلا جوعا وبؤسا. إذا احنا اليوم باش نرضخ رذوخ تام لخيارات وإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي، راهو عنا سيناريوات مخيفة عشناها وتنجم تتعاود كيما 78 وكيما 84 وكيما حتى 2011 وكيما حتى 2008. اليوم التوانسة مش مستعدين لهذا، الشعب التونسي اليوم ماهوش مستعد لهذا. معناتها راهو الموقف المصري كما قلت يؤكد سلامة موقف الرئيس قيس سعيد اللي قال يا خويا فلنعول على ذواتنا، فلنعول على مواردنا الذاتية. بالتونسي راهو الدولة كيما العائلة، يجي وحنا كتوانسة نكبسوا السنتورة يا سيدي، يجي ونضحيه مع بعضنا ونضحيه مع بعضنا وكل قدير وقدر. بالطبيعة التضحية راهي متفاوتة، اللي عنده برشا يضحي برشا واللي عنده شوية يضحي شوية، ولكن هذا الكل مهما كانت الأوضاع صعبة راهو كانت تنجم تكون أصعب بكثير وأعقد بكثير لو أنه إحنا كما صار في بعض الدول رضخنا لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي. ولعله مصر أبرز مثال مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتلويح والتهديد بالتنصل من هذا الاتفاق. يا خويا بطلت، لأنه مش مسلم بطلت، مادام الأوضاع تبدلت وأنت ما تحبش تبدل، شنو هو الشعب المصري يموت 100 مليون رمضان بالضبط؟ لأنه اليوم ماجد الهيكل المانحة هذه الدولية اللي هي شركاء تاريخيين، مش معين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية بتاع الدول وأوضاع الناس. الناس ريت مشكلتهم شنية؟ احنا علاش تو ضد صندوق النقد الدولي في الخيارات والاملاءات نتاعو هذه؟ لانه بالنسبه لها المواطنين والشعوب مجرد ارقام عمليه احصائيه، ما ينظروش للاوضاع الاجتماعيه نتاع الناس. اليوم جست الملاحظه نتاعي انا، الجهات هذه هي جهات مانحه نورمال، معناتها الاصل في الاشياء الاصل فيه هو من اجل التنميه، من اجل انه الشعوب تنمي روحها ومن اجل التنميه، لكن للاسف الامور خرجت على اطارها واصبحت نظرا لسوء الحوكمه لسوء التصرف
لعديد المسائل الأخرى للعبيد اللي شدت معناها في الدولة وهي ربما ما عندهاش دراية بكيفية التسيير وكيفية الحكم. القروض معناتها مشيت نحو منحى آخر. فاليوم المؤسسات المالية هذه ناسية أنه مثلا قبل كورونا فما عالم وبعد كورونا فما عالم آخر، أنه بعد الكورونا فما اقتصاديات انهارت تماما، فما مؤسسات تمحقت تماما، فما دول انهارت وضعفت تماما، وأنه الإجراءات اللي تحب تمليها هي على الدول هذه تهدد السلم الأهلية، تنجم تخلي السلم الأهلية تنهار. ذيك علاش نسمعوا في الرئيس المصري وما أدراك يقول لك أنا اليوم راهو ما عادش، ورئيس الحكومة يتعهد أني ما عادش فما زيادات، لأن الدولة فهمت أنه الناس ما عادش تنجم، ما عادش عندها عندها جيش، ما عادش نجم. أما نحاولوا معناها من أحلام ورياض نسبه صندوق النقد الدولي، صحيح عنده سياسة ليبرالية معناها منفتحة كبيرة ممكن تسحق الطبقات الضعيفة والهشة وغيره، هذا هو النظام معناها الرأسمالي معناها بصفة عامة، لكن البرامج اللي طبقها صندوق النقد الدولي تقترحها الدول هذه نفسها في إطار خطة إصلاحية. صحيح. وإحنا المنظومة اللي كانت تحكم قبل 14 يوم في اقترحت بالضبط الحوكمة، هذا ايش حبيت نعقب على كلامك، معناها إجراءات تعيسة جدا ومجحفة وما تفاوضتش حتى باش تحسن معناها شروط معناها الاقتراض وغيره، معناها تقبل بما يمنح لها لأنه في نهاية المطاف ما كانش عندها هم وطني وتخدم في المصلحة الوطنية، فقط تاخذ قروض لا يعلم الله بها من سلطان وين قاعدة تمشي في مكان هوين بالضبط، المهم هي تعطيني فقط وخلي الدولة معناها كما توا غرقة في الديون والناس تعاني وتبحث عن الحلول وغيره. فالإشكالية كبيرة معناها هذه، لا يجب تحميل صندوق النقد الدولي لوحده نتيجة معناها الكوارث التي تحصل في بعض الدول اللي معناها تحكمها المافيات كما صار في تونس في معناها في الفترة اللي كنا نحكيو فيها. وزيد قروض صندوق النقد الدولي راهو معناها بفائض أقل معناها من الصناديق المالية الأخرى، معناها يعتبر أفضل من غيره معناها في حال الإقراض. المشكلة في القروض نتاع صندوق النقد الدولي أنها مشروطة بإنجاز يعني الرضوخ لإملاءات وشروط معينة. لصندوق النقد الدولي كان يعلم علم اليقين وأن الطبقة السياسية اللي كانت تحكم في تونس هي طبقة فاسدة وهذه الأموال ستنفقها في أمور أخرى لا تعني الشأن العام في شيء، وربما كانت هناك سوء نية لإغراق البلد معناها في وضع اقتصادي خانق لتقوم، لأنه هالصناديق هذه هي في نهاية المطاف أداة بيد قوى أخرى كبرى خارجية دول للتحكم معناها سياسيا في دول أخرى. كان احنا للاسف شديد معناها من حكم تونس خلال الفترة الماضية لم يكن همه وطنيا واغرق البلد معناها في هذه القروض، واليوم نعاني الولايات هنا قاعدين نشوفوا كيفاش ماناش لاقين ما ننفقه من اجل التنمية، كل تقريبا معناها اموالنا ماشية الى سداد الدين الخارجي او حتى الداخلي معناها لي ما عادش عندنا حلول ما مضطرين باش نمشيوا له، ثم ماشي الى كتله الاجور نتاع الوظيفه العموميه، وهذا كان على حساب للاسف الشديد معناها خريجي التعليم العالي من الشباب التونسي الجامعي اللي ما عادش لاقي معناها مناظرات في الوظيفه العموميه باش يشتغل، الغالب معناها ورطوا حتى الاجيال الجديده ما ورطوش فقط الاجيال السابقه. ثم قعدت لنا معناها المشاريع الطاقيه هذه مليانه كما كنت اشير، وانه الطاقه قاعده تستنزف ونحب ماذا بيا معناها كان نعملوا نهار حصه خاصه بموضوع الطاقه، شكون اللي قاعد يعطل في مشاريع التحول الطاقي في الاداره التونسيه؟ راهو غريب ما يحصل، شكون من مصلحته انه نبقى نشتري معناها الى ابد الابدين الغاز من دول معينه؟ من يعمل لصالح من في هذه الإدارة التونسية؟ علاش كنا مبرمجين 2025 عندنا 30% من استهلاكنا من الطاقات البديلة، اليوم نقعدوا كان في 3% فقط، وهذا ملف حارق. علاش الموضوع هذا بالذات؟ لأنه ملف الطاقة قاعدة تستنزف في معناها مدخراتنا وفي أموالنا وفي ما معناها نتحصل عليه من العملة الصعبة من السياحة وتحويلات مواطنينا بالخارج والفوسفات وزيت الزيتونة وغيره، معناها نعمل ونشقى ونتعب وندفع ضراب في نهاية المطاف حتى تذهب أموالنا معناها لشراء بضائع من الخارج بإمكاننا، وأنه نحد من إمكانية توريدها معناها بتلك النسبة المرتفعة.
فقط بالأحلام لو تسمح في 30 ثانية في إطار التنسيب بطبيعة الحال، ربما يطلعوا توا بعض المشككين والمزايدين يقول لك إيه إحنا رفضنا قرض صندوق النقد الدولي بتلك الإملاءات، ولكن في المقابل الدولة التونسية إلى حد هذا اليوم في بعض الأحيان تقترض من بعض الدول الأخرى أو بعض الجهات الأخرى. رغم ما فماش دولة في العالم لا تقترض، ولكن ثمة فرق كبير وشاسع وواسع بين من يقرضك بطبيعة الحال بهامش ربحي وبهامش فائدة معين، ولكن ثمة من يقرضك بإملاءات وشروط مجحفة من شأنها أن تهدد السلم الأهلية والسلم الاجتماعي، وهذا حال صندوق النقد الدولي. راو هذا الفرق بين من يقرضك بطبيعة الحال كل الدول في العالم حتى تلك الاقتصاديات الكبرى كل الدول تقترض، ولكن فما فرق بين نقترض من عندك ولا تشرط عليا لا نشرط عليك، وخاصة لا تتدخل في شؤوني الداخلية ولا نتدخل فيك وأطراف أخرى لا يزي تتدخل في شؤونك الداخلية وفي قرارك السياسي السيادي الوطني وتزيد تملي عليك يعني إملاءات وشروط تنجم معناتها تعمل لك ثورة في البلاد بخيارات لا اجتماعية. لا تصديقا على كلامك زادة، إذا باش تقترض من أجل إنجاز مشاريع كبرى فمانيش ضد الشيء هذا، وهذا اللي صار فعلا في ملف الفوسفات. خذينا قرض سعودي لتجديد السكك الحديدية اللي تنقل الفوسفات باش تولي قادرة وأنه تمر منها عربات تحمل شحنات أكبر للمرور معناها من الحوض المنجمي إلى المجمع الكيماوي بجابس وصفاقس وغيره، ثم زاد خذينا الاقتناء قاطرات بحمولة أكبر حتى نضاعف في إنتاج الفوسفات. فالاقتراض في هذه الحالة بطبيعة مانيش ضده، لكن احنا ضد الاقتراض كما صار قبل 25 جويلية، تقترض ولا ندري أين تذهب هذه الأموال، مارينا حتى مشروع أو حتى تطوير لحتى قطاع معناها إلى يوم الناس هذا معناها ديما نذكر بالرقم يا أحلام، رو حجم المديونية خلال العشرية السوداء فقط 115 ألف مليار، كما يحكي ماجد حجرة ريت حجرة ما زادوهاش في البلاد، 115 ألف مليار مديونية راهو رقم غير عادي يا ماجد. 115 ألف مليار، تصور أنت ال 115 ألف مليار هذوما اللي خذوها جماعة العشرية السوداء لو كان أنفقوها على التنمية وأنفقوها على المشاريع وأنفقوها على الخيارات اقتصادية واضحة من شأنها أن تقدم بالبلاد، رانا ربما اليوم مانيش في الوضع هذا. لكن هما خذوا قروض، شنو عملوا بها؟ كما قلت مشيت أجور ومشيت بطبيعة حال ودخلوا جماعتهم في الإدارة وتسللوا للإدارة وخربوا، بالعكس خربوا حتى كان جاءوا عملوا حال. للأسف الشديد ربما لازم نتجاوزوا اللي صار. ربما حقنا نعكس الصورة شوية، ماذا لو أخذنا القرض من صندوق النقد الدولي وطبقنا الإملاءات؟ ربما معناتها نجموا نتخيلوا هكا شوية شنو كان ينجم يصير في البلاد وشنو التداعيات بالحق نتاع الإجراء. صار كما صار عام 78 و 84 واضحة الحكاية. ربما أقوى أقوى أكثر رياض، لأنه قلت لك العالم قبل كورونا حاجة والعالم بعد كورونا حاجة، معناتها بعد كورونا تقريبا، وهذا قالوه رؤساء نتاع الدول الأوروبية، قالوا المستشار الألماني وقالوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالوا الرئيس الأمريكي، قالوا برشا عباد معناها اللي هم قادة في الكبار في العالم رؤساء. الغريب أنه الدول هذه هي الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وتقريبا هي الحاكم الفعلي في صندوق النقد الدولي. إذا هما يعرفوا اللي العالم قبل الكورونا حاجة وبعد الكورونا حاجة، يمين يرفعوا يديهم على هذه الدول على الأقل. لا كيكا تولي الأمور ما برشا. ما أسمع ما يقولوا الكلام هذا ما يتبعوا رأوا سفراءهم وكل شيء. ما فما كلام ساعات يتوجه لهم. فما خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون على العالم ما بعد كورونا والعالم وأصلا والأمين العام للأمم المتحدة وبرشا الشخصيات اللي تكلموا على المسألة هذه اللي هي مهمة جدا. باش نمشيو لانطلاق قمة البريكس 16 في مدينة قازان الروسية، تستمر 3 أيام حتى يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر الجاري بمشاركة 38 دولة. املا الأكثر تفاصيل في التقرير التالي لدرة الغربي. في قازان الروسية توافد قادة ومسؤولون ل 38 دولة للمشاركة في القمة 16 في تاريخ البريكس الذي ولد في روسيا سنة 2009 على يد قادة 4 دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل، لتنضم إليهم جنوب أفريقيا بعد عام واحد. وتعتبر قمة البريكس التي انعقدت أمس تحت عنوان تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين القمة الأولى بعد توسعته وقبول عضوية 5 دول أخرى وهي السعودية والإمارات ومصر وأثيوبيا
أثيوبيا وإيران. 30 دولة قدموا طلب انضمام إلى البريكس الذي أصبح بعد عضوية الدول الخمسة الجدد عملاقا اقتصاديا، إذ تبلغ قيمة اقتصادية الدول الأعضاء مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28% من الاقتصاد العالمي. كما يمثل البريكس تكتل ديموغرافي، حيث تمثل الدول الأعضاء نحو 3.5 مليار نسمة، أي حوالي 45% من سكان العالم. البريكس الذي توسعت أهدافه مع توسيع عضويته يعمل على ثلاث أولويات، وهي السياسة والأمن والتعاون في الاقتصاد والتمويل والتبادلات الإنسانية والثقافية. ويطمح البريكس الذي انضمت إليه ثلاث دول عربية لإنهاء الهيمنة الاقتصادية والسياسية للغرب عبر الحد من الهيمنة على المؤسسات الاقتصادية العالمية وكسر هيمنة الدولار على المعاملات التجارية. أما سياسيا فيسعى البريكس الذي تترأسه روسيا هذا العام إلى إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وذلك في ظل مناخ تطغى عليه زيادة حدة الاستقطاب عالميا. تكتل جديد يرى النور ويتقدم بخطى ثابتة، لكنه يواجه تحديات كبيرة تتمثل في عدم تناسق القوى داخله والمعارضة الخارجية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبره القوة التي تهدد هيمنتها وهيمنة الغرب. مشكورة جدا دور الغربي على هذا التقرير. دعا البيان الختامي لقمة مجموعة بريكس المنعقدة في كازان الروسية الأربعاء إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة منذ 40 دقيقة، أصدر البيان، فيما أكد ضرورة الحفاظ على سيادة دولة لبنان وسلامة أراضيه وتجنب توسيع رقعة الصراع. وأدلى الزعماء المشاركين بتصريحات تصب في صالح إقامة نظام دفع غير غربي. هذا أهم النقاط تقريبا اللي جاي في قمة البريكس اللي تمثل 45% من سكان العالم و35% من الاقتصاد العالمي. والبيان الختامي اللي تألف من 43 صفحة لقمة مجموعة بريكس حكاية لمجموعة من القضايا امتدت من الشؤون السياسية والمخدرات والذكاء الاصطناعي وحماية القطط الكبيرة، لكنها افتقر إلى تفاصيل في بعض القضايا الرئيسية حسب موقع الشرق. إذن احنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، دعا البيان إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2712 الصادر في 2023 و2720 الصدر في 2024 و2728 الصدر في 2024، ومرحبا بالجهود المتواصلة التي تبذلها مصر وقطر والجهود الإقليمية والدولية الأخرى من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. وطالبت دول بريكس جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التصعيدية والتصريحات الاستفزازية، مشيرة إلى أنها تعترف بتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية اللي قادت بطبيعة حبر على ورق. أعرب البيان الختامي لقمة دول بريكس عن قلقه إزاء الوضع في جنوب لبنان وأدان خسارة أرواح المدنيين والأضرار الهائلة للحقة بالبنية التحتية والمدنية نتيجة للهجمات التي شنتها إسرائيل على المناطق السكنية في لبنان. وطالب إسرائيل بوقف الأعمال العسكرية على الفور وعديد النقاط الأخرى. احنا خذينا تقريبا النقاط اللي تهمنا على مستوى عربي، بما انه البيان توا مازال كهبط. هذا التكتل تقريبا واحد من اكبر التكتلات في العالم ماجد، اكبر التكتلات في العالم، اكيد هو من اكبر، يتجاوز حتى الاتحاد الاوروبي على مستوى ديموغرافي ومستوى اقتصادي. هذا عباره على خليفه المعسكر الشرقي السابق الذي كان في مواجهه المعسكر الغربي، معناه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والدول المنظومه الشيوعيه التي كانت داعمه له، برز هذا التكتل الجديد، وان كان معناها فيه دول حليفه، معناها وحليفه من الدرجه الاولى، زاد الولايات المتحده الامريكيه موجوده في التجمع الاقتصادي الاقليمي هذا، معناه فيه تناقضات عجيبه. هو التناقضات اللي فيه في خطر عندك انت دقيقه ولا دقيقه باش نقولوا انا للساده المشاهدين، راهو البريكس اكبر تناقض فيه يجي ما بين الهند وما بين الصين. أكيد. الهند اللي هي قريبه من المعسكر الغربي واللي هي حليفه كبيره لاسرائيل وحليفه كبيره لامريكا، والصين اللي هي حليفه روسيا وكوريا الشماليه. تفضل. هي
بالاضافه الى دول اخرى معناها مش في حجم الصين والهند بطبيعه الحال. لكن معناها شوف لسف شديد احلام، رغم هالقوه الاقتصاديه هذه والقوه معناها البشريه نتاع منظمه البريكس، الا انه ما زلنا في نهايه المطاف المنظومه القانونيه الدوليه ما زالت تتحكم فيها، او القضائيه ايضا تتحكم فيها الولايات المتحده الامريكيه والغرب من خلال مجلس الامن. مجلس الامن ما لا يعكس طبيعه القوى معناها الموجوده في العالم، ما زالت امريكا وحدها تتحكم في مجلس الامن، والدليل انه منظمه الامم المتحده عاجزه اليوم عن حل حقيقي للقضيه الفلسطينيه وعن ايقاف اطلاق النار في الاراضي اللبنانيه. ولو نتذكروا اكثر حتى الولايات المتحده تحدت معناها منظمه الامم المتحده وذهبت الى العراق دون قرار اممي واحتلت العراق معناها وضربت عرض الحائط بالمنتظم الاممي. معناها الولايات المتحده ما زالت تعربد وما زال ان شاء الله في السنوات القادمه نصل الى التوازن بين المعسكرين ان شاء الله. احنا نتمنى بربي احلام في الدقيقه هذه عادي الحق نخرج على النص شويه. اي ميساج اخرج على النص بربي سيماج اليوم 23 اكتوبر شنو يذكرك التاريخ هذا؟ تاريخ مشؤوم هذا يا لطيف. لا بالحق احكي لنا عليه شوي سيماج. هذا انتخبنا مجلس على اساس وانه باش خرجتوا على الكونديكتور باش يصيغنا الدستور لمده عام، فضرب معناها برغباتنا عرض الحائط وقعد ثلاث سنين. وفك ثلاث سنين شفنا الويلات، معناها شفنا ذبح جنود، شفنا عمليات إرهابية، شفنا انقلاب على المطالب معناها نتاع الشعب اللي خرج كانت عنده مطالب اجتماعية معناها يوم 17 ديسمبر 2010 وغيره، وأصبحت مطالب أخرى سياسية وحاجات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان وصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم من أزمات اقتصادية. علاش قلت لك تاريخ مشؤوم للأسف الشديد؟ أمل الحقيقة هو نشاط، وأمل الحقيقة مش التاريخ هذا فقط مشؤوم في هذا الشهر شهر اكتوبر، فما 23 اكتوبر هو تاريخ مشؤوم، فما كذلك 18 اكتوبر تحالف 18 اكتوبر كذلك تاريخ مشؤوم لاعطى الشرعيه لتنظيم القوى الوطنيه والليبراليه والديمقراطيه بين ظفرين، اعطت الشرعيه للتدخل الاجنبي لا ولي وكما هو الحال اليوم. شوف التاريخ كيف يعيد نفسه في شكل مهزله، الى اليوم نفس القوى التي تحالفت بسرعة في 18 اكتوبر 2005 هي اليوم كذلك متحالفه، وكما أعطت غطاء للتدخل الأجنبي في ذلك الوقت اليوم تمارس نفس الشيء، ولكنه كذلك يظل شهر الانتصارات. راو شهر أكتوبر باش ما نظلموش شهر أكتوبر، عندنا راو 6 أكتوبر 73 في جمهورية مصر العربية حرب العبور، 15 أكتوبر بطبيعة الحال، عندنا كذلك 15 أكتوبر عيد الجلاء، عندنا 7 أكتوبر عملية طوفان الأقصى، وعندنا 6 أكتوبر 2024 العبور في تونس، ومساء النور والعبور والورد المنثور للتوانسة الكل. وعلى هذه الكلمات نذهب نحو الفاصل ونرجع ونستقبل ضيفنا الفنان المتألق حسين الدوس والمنتج معز بن حسين.